الهدف من هذا العرض هو تعريف طلبة الطب البشري على مجموعة الأدوية المميعة للدم Anticoagulants. العديد من الأمراض القاتلة تنتج عن انسداد الشرايين. الانسداد قد ينتج عن تخثر دموي في شريان arterial thrombus أو في وريد venous thrombus، انفصال جزء من تخثر وريدي وسفره في الدم embolus قد يصل به إلى شريان آخر مسببا انسدادا فيه وتلفا في الأعضاء التي يغذيها هذا الشريان نتيجة لنقص التروية ischemia. انفصال جزء من تخثر أوردة الأرجل DVT يؤدي إلى انسداد الشريان الرئوي pulmonary embolism. انفصال جزء من تخثر نتيجة أمراض الصمامات أو الارتجاف الأذيني يؤدي إلى سكتة دماغية ischemic stroke. حصول تخثر فوق انسداد في الشرايين التاجية نتيجة لترسب الكوليسترول أثيروما يسبب الذبحة الصدرية myocardial infarction. الأدوية المميعة للدم القابلة للحقن parenteral anticoagulants تشمل التالي: أولا الهيبارين الطبيعي غير المجزأ unfractionated heparin، ثانيا الهيبارين الطبيعي المجزأ fractionated heparin أو الهيبارين قليل الوزن الجزيئي low molecular weight heparin، ثالثا الهيبارين المصنع fundoparinux وخصائصه تشبه خصائص الهيبارين الطبيعي المجزأ بشكل كبير ولكنه أغلى ثمنا. توضح هذه الشريحة أمثلة على الهيبارين المجزأ أو الهيبارين قليل الوزن الجزيئي low molecular weight heparins والتي تشمل دالتيبارين إنوكسابارين وتنزابارين. آلية عمل هيبارين: الهيبارين غير المجزأ يقوم بتنشيط بروتين مقاوم للتخثر وموجود بشكل طبيعي بالجسم يدعى أنتثرومبين 3. أنتثرومبين 3 يقوم بدوره بالتفاعل مع فاكتر 2 ثرومبين وفاكتر 10 ويؤدي إلى منعهما من العمل. أما الهيبارين المجزأ وفوندابارينوكس فهما يعملان بنفس آلية عمل هيبارين غير المجزأ أي بشكل غير مباشر من خلال أنتثرومبين 3، ولكن لصغر حجمهما يحفزان أنتثرومبين 3 على منع فاكتر 10 فقط. الهيبارين المجزأ يتم التخلص منه عن طريق الكلى وهو غير آمن في حالة الفشل الكلوي. أما الهيبارين غير المجزأ فيتم التخلص منه عن طريق الخلايا المناعية البالعة ماكروفاجز وهو آمن في حالة الفشل الكلوي. الهيبارين المجزأ يتم حقنه بالوريد أو تحت الجلد ويبدأ العمل بعد دقائق من حقنه بالوريد وبعد 3 ساعات من الحقن تحت الجلد. أما الهيبارين غير المجزأ فهو يحقن بالوريد أو تحت الجلد ولكن عادة يحقن بالوريد ويبدأ العمل فورا بعد الحقن ويتوقف مفعوله فورا بعد وقفه، وهذه ميزة مهمة في حالة النزيف. دواعي استعمال هيبارين indications تشمل التالي: أولا تخثر أوردة الأرجل DVT مثلا عقب عمليات استبداد المفاصل، ثانيا انسداد الشريان الرئوي pulmonary embolism، ثالثا انسداد الشرايين التاجية مثل unstable angina والذبحة الصدرية myocardial infarction، رابعا جراحة القلب المفتوح كابج، خامسا البالون والشبكة percutaneous coronary intervention لفتح انسداد الشرايين التاجية ischemic heart disease. الهيبارين لا يستعمل لعلاج السكتة الدماغية ischemic stroke. الأعراض الجانبية لهيبارين adverse effects تشمل التالي: نزيف حاد
bleeding هو السبب الرئيسي للسمية. يجب وقف هيبارين مباشرة في حالة النزيف. إذا كان النزيف شديدا يمكن حقن مضاد يدعى بروتامين. نقص الصفائح الدموية المناعي immune mediated thrombocytopenia يحدث بعد 5 إلى 10 أيام من الحقن، وقد يسبب نزيف أو أحيانا تخثر مثل حدوث سكتة دماغية stroke. قد يسبب هيبارين أيضا هشاشة العظام osteoporosis بعد الاستخدام الطويل. جميع هذه المشاكل تكون أقل عند استعمال low molecular weight heparins أي الهيبارين المجزأ وفندابارينكس. الاستخدام السريري لمجموعة الهيبارين clinical pharmacology، أيهما أفضل الهيبارين المجزأ أم غير المجزأ؟ في جميع دواعي الاستعمال يعتبر الهيبارين المجزأ low molecular weight heparin ثم يليه فندابارينكس الخيار الأمثل، لأنها تحقن تحت الجلد وأعراضها الجانبية أقل ولا تحتاج إلى متابعة فحص التميع PTT، بينما الهيبارين غير المجزأ يحتاج إلى متابعة فحص PTT بشكل حثيث بداية، ولكن بمجرد الوصول إلى المستوى الهدف من PTT يمكن الفحص مرة واحدة باليوم. هل يمكن وصف هيبارين أثناء الحمل؟ نعم، مجموعة هيبارين لا تخترق المشيمة ولا تسبب أي أثر على الجنين. توضح هذه الشريحة مقارنة بين هيبارين مجزأ low molecular weight heparin وهيبارين غير مجزأ. الهيبارين المجزأ يحقن تحت الجلد أو بالوريد ولا حاجة لمتابعة PTT، والأعراض الجانبية في حالة استخدامه أقل، كما أن ولكن الاستجابة لبروتامين أقل أو لا تستجيب. بداية المفعول عند استخدام الهيبارين المجزأ تكون أبطأ ومدة المفعول أطول. أما الهيبارين غير المجزأ فيحقن تحت الجلد أو بالوريد، وعادة بالوريد. متابعة PTT ضرورية. الأعراض الجانبية لهيبارين غير المجزأ أكثر، ولكنه يستجيب للمضاد بروتامين في حالة النزيف. بداية المفعول في حالة استخدام هيبارين تكون مباشرة ومدة المفعول تكون أقصر. توضح هذه الشريحة آلية عمل مميع الدم الفموي ورفارين. ورفارين يتعارض مع إنزيم فيتامين كي أوكسيد ريدكتيز، والذي يشكل المركب النشط من فيتامين كي. هذا الفيتامين يعتبر ضروريا لتنشيط عوامل التخثر التالية: فاكتور 2، فاكتور 7، فاكتور 9 وفاكتور 10. يحقن ورفارين بالفم وقبل الأكل، ومفعوله أطول بكثير من هيبارين. ورفارين مرتبط بقوة مع بروتين الدم، الأمر الذي يزيد من تفاعله مع أدوية أخرى. دواعي استعمال ورفارين indications تشمل التالي: أولا، علاج ومنع تخثر أوردة الأرجل DVT وانسداد الشريان الرئوي pulmonary embolism. ثانيا، منع التخثر الناتج عن الارتجاف الأذيني atrial fibrillation وأمراض واستبدال الصمامات التي قد تسبب سكتة دماغية stroke. ثالثا، علاج ومنع السكتة الدماغية ischemic stroke. لا يستخدم ورفارين لعلاج انسداد الشرايين التاجية. الأعراض الجانبية لورفارين adverse effects تشمل التالي: ورفارين يسبب نزيفا حادا وخطيرا، وهو أخطر بكثير من هيبارين لأن مفعوله أطول. لعلاج النزيف الناتج عن ورفارين يجب وقف الدواء فورا وحقن المضادات التالية: بروثرومبين كومبلكس أو ريكومبيننت فاكتور 7A زائد فيتامين كي. ورفارين ممنوع بتاتا في الحمل لأنه يسبب عيوبا خلقية للجنين تراتوجينيك، وقد يسبب الإجهاض أبورشن. أعراض جانبية أخرى لورفارين تشمل التالي:
تلون وألم في أصابع القدمين purple toe syndrome، طفح جلدي rash، اضطراب الجهاز الهضمي GI tract irritation، وتساقط الشعر alopecia. تفاعلات ورفرين الدوائية interactions. ورفرين يرتبط بقوة مع بروتين الدم، لذلك قد يتفاعل مع أدوية أخرى من خلال التنافس معها على الارتباط على بروتين ألبيومين. كذلك الأدوية التي تحفز أو تمنع سايتوكروم B450 في الكبد تتفاعل مع ورفرين. يجب على المريض الذي يتناول ورفرين الامتناع عن تناول أي دواء إلا بعد أخذ موافقة الطبيب، لأن التفاعلات الدوائية قد تؤدي إلى زيادة التميع أي النزيف، أو وقف التميع أي حدوث تخثر. توضح هذه الشريحة أمثلة على أدوية تتفاعل مع ورفرين، بعضها يتناولها الناس العاديون بكثرة وأحيانا بدون وصفة طبية، لذلك ينبغي الحذر من هذه الأدوية: باراسيتامول، أسبرين، إيبوبروفين، كلاريثروميسين، وكوترايموكسازول وغيرها. الاستخدام السريري لورفرين كلينيكال فارماكولوجي. متى أحصل على تميع دم كامل بعد بدء ورفرين؟ بعد 36 إلى 72 ساعة من تناول الحبوب. كيف يمكنني متابعة تميع الدم خلال استخدام ورفرين؟ بداية ينبغي متابعة INR بشكل يومي. بمجرد الوصول إلى المستوى الهدف يمكن الفحص مرة كل أسبوع إلى أسبوعين. ما هو المستوى الهدف للتميع خلال استخدام ورفرين؟ المستوى الهدف هو INR 2 إلى 3. إذا زاد INR عن 4 تزيد احتمالية حدوث النزيف. من هم المرضى الذين يجب وصف جرعة أقل لهم من ورفرين؟ كبار السن والمرضى الذين يستخدمون أدوية أخرى قد تسبب النزيف مثل أسبرين. الاستخدام السريري لورفرين كلينيكال فارماكولوجي. الناس مختلفون من حيث الاستجابة لورفرين، وذلك بسبب عدم تساوي مستويات الإنزيمات التي تعمل على تفعيل فيتامين K، وهذا راجع إلى الاختلافات في التكوين الجيني فارماكوجينيتكس. لذلك في المرضى الذين لديهم فعالية قوية للإنزيم ينبغي استخدام جرعات أقل من ورفرين حتى لا يحدث نزيف. توضح هذه الشريحة مقارنة بين الهيبارين المجزأ لو مولكولار ويت هيبارين وورفرين. الهيبارين المجزأ يحقن غالبا تحت الجلد، لا حاجة لمتابعة فحص التميع، وإمكانية حدوث النزيف قليلة، وهو فعال في الذبحة الصدرية، ولكن بروتامين مضاد جزئي له في حالة النزيف، وهو آمن على الجنين في حالة الحمل. أما ورفرين فهو يحقن غالبا بالفم. متابعة فحص INR ضرورية. إمكانية حدوث النزيف عالية، وهو فعال في السكتة الدماغية وليس في الذبحة الصدرية. أما المضاد فهو فيتامين K، كما أن ورفرين يسبب تشوهات خلقية ولا يجب استخدامه خلال فترة الحمل. الأدوية المانعة لعوامل التخثر بشكل مباشر Direct Factors Inhibitors. هذه الأدوية الجديدة تقوم بمنع عوامل التخثر بشكل مباشر وليس عن طريق تنشيط أنتيثرومبين 3 كما في حالة هيبارين. بعض هذه الأدوية يمنع فاكتور 2 مباشرة مثل ليبيرودين الذي يحقن بالوريد، ويستعمل كبديل عن الهيبارين إذا حصل نقص في الصفائح الدموية ثرومبوسايتوبينيا. بعض هذه الأدوية يمنع فاكتور 10 بشكل مباشر مثل إدوكسابان الذي يحقن بالفم، وينظر إليه على أنه قد يستعمل في المستقبل كبديل عن ورفرين لأنه يسبب نزيف أقل. الأدوية الجديدة لا يتوفر مضاد لها في حالة النزيف، ولكن احتمالية النزيف فيها أقل.